بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ، عقدت أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن جلسة نقاشية حول أولويات الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور قيادات وأعضاء الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وبمشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. الحضور الكرام، إن اجتماعنا اليوم يتجاوز في مضمون المناقشة السياسية أو الحوار فقط، إنما لوضع اللمسات النهائية للأجندة التشريعية للهيئات البرلمانية مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فالتشريعات تلعب دوراً محورياً في تشكيل سياسات وتوجهات الدول، وتعتبر أداة رئيسية لتطبيق السياسات العامة في مختلف المجالات. متطلعين إلى مناقشات مثمرة والوصول إلى مخرجات تعكس قيم حزبنا وتعزز مصداقيتنا وتزيد من قوتنا في دوائرنا الانتخابية. إحنا كحكومة حريصين على أواصر التعاون والمودة مع الحزب. سنكون سعداء بتلقي كافة الأفكار والبرامج ومقترحات القوانين من كل التيارات وفئات المجتمع المدني. نحن نافذة سياسية جديدة نأمل إن إحنا نطور بها العمل السياسي. مش ممكن ننجح في هذا الملف من غير ما تبقى لينا علاقات وثيقة مع كل الأحزاب، وعلشان كده أنا موجود النهاردة. الجلسة استعرضت إنجازات وجهود الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وكذلك خطة ومستهدفات دور الانعقاد الحالي، كما تناولت أهمية إعادة النظر في عدد من التشريعات والقوانين التي تشغل بال قطاع عريض من الشارع المصري، بالإضافة للتأكيد على حرص الحزب للتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لترتيب أولويات الأجندة التشريعية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.